أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا معلوماتيا جديدا حول ديناميكيات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والقيمة. وأوضح التحليل أن مصر أدركت أهمية الاندماج في سلاسل القيمة والتوريد، خاصة في ظل الموقع الجغرافي الذي يؤهلها لتكون ليس فقط جزءا من سلاسل القيمة والتوريد العالميين، بل أيضا مركزا رئيسيا، وذلك من خلال ربط الشرق بالغرب.